بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هذه هي الحلقة الثانية التي نكمل فيها موضوع بدأناه في الحلقة السابقة بعنوان مفهوم السر الكنسي بين الشرق المسيحي والغرب المسيحي، وتكلمنا عن مفهوم اللاهوت الغربي فيما يختص بالسر، وقلنا كيف أن الكاتيشيزم أو التعليم المسيحي وهو كتاب يضم كل إيمان الكنيسة الكاثوليكية يعرف السر الكنسي، وهو نفس التعريف اللي ذكره القديس أغسطينوس. وبعدين تكلمنا عن مفهوم الكنيسة الشرقية عن السر الكنسي، وقلنا أن السر الكنسي بمعناه الشرقي عند آباء الكنيسة الشرقية أنه هو حياة إلهية وفعل إلهي فائق على الإدراك، أوضعه الله في الكنيسة لمنفعة المؤمنين وخلاصهم بدون أن يتطرق اللاهوتيون الشرقيون إلى شرح قانوني للسر، لأنه هو في النهاية سر. وذكرنا قول للبابا أثناسيوس الرسولي بيوضح به علاقة الآب بالابن بالروح القدس كسر الثالوث القدوس، وبيشرح به أن التقليد الذي وصل إلينا لا يعلن لنا اللاهوت بإيضاحات كلامية بل بالإيمان، وأن استخدام العقل في أمور الأسرار الكنسية أو أسرار اللاهوت يلزم أن يكون بروح التقوى والوقار، لأن الرسول بولس قد أذاع إنجيل صليب المخلص كما قال: لا بكلام الحكمة بل ببرهان الروح والقوة. وهنكمل في هذه الحلقة باقي الحديث عن مفهوم السر الكنسي. البابا أثناسيوس الرسولي كثيرا ما كان يحذر من طريقة الحوار والملاججة في شؤون اللاهوت، فبيقول على سبيل المثال: إن هؤلاء الذين يناظرون ويتباحثون في أين يكون الله وكيف يكون الله وبأي طبيعة يقوم الآب، مثل هذه التساؤلات تعتبر لا دينية ولن تزيد الإنسان إلا جهالة فيما يختص بالله. كذلك فإنه يخرج على القانون من يجازف في فحص كيفية ولادة ابن الله. احنا عاوزين نوضح ان عند الحديث عن الاسرار لازم ان تكون بكل تقوى ووقار، كل انسان يكون فاهم انه بيقترب الى اسرار، لا يستطيع ان يستخدم عقله لكي يفحص اي سر، لانه لو استخدم عقله في فحص الاسرار الكنسية بطريقة زائدة عن الحدود هترتبك المفاهيم وحيفقد السر معناه، لأنه في النهاية هو سر. ولذلك لما كنا بنتكلم عن التجسد والفداء عند القديس أثناسيوس الرسولي والقديس كيرلس الكبير، كان دايما يقابلنا تعبيرات بكيفية يعلمها الله وحده، وعند هذا الحد لا أستطيع أن أضيف شيئا، أو بحسب ما أستطيع أن أقول عند هذا الحد،
أو بكيفية يعلمها الله وحده. الآباء العظماء بتوعنا دول أثناسيوس وكرولوس كانوا بيتكلموا بكل تقوى، لأن الكلام عن أسرار، الكلام عن السر لا يمكن أن يخضع للتحليل الكيميائي أو العقلاني أو الفلسفي. دي نقطة جوهرية. يعني لو كانت الكنيسة في البداية انتبهت لكلام القديس كيرلس الكبير عن اتحاد اللاهوت بالناسوت، اتحاد الطبيعتين في شخص المسيح، ولما كان بيتكلم بمنتهى الحذر ويقول بكيفية يعلمها الله وحده أو ما شابه هذه العبارات، لو كنا التزمنا بفكر القديس كيرلس الكبير ما كانش حصل الصراعات الرهيبة في القرن الخامس، لما حصل كل واحد بدأ يدخل إلى محاولة فهم كيف اتحدت الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية في شخص السيد المسيح. فحصل صراعات وخناقات وياما ناس ماتت تحت اسم الدفاع عن العقيدة، آلاف آلاف ماتوا. والحقيقة كانت جهالة، لأن الدخول إلى الأسرار زي ما البابا أثناسيوس الرسول بيقول يجب أن تكون بكل تقوى ووقار، وعند حد معين يتوقف الإنسان عن الكلام، لأن ما لا يمكن أن نشرحه بكامله بالعقل يلزمنا أن نقبل باقيه بالإيمان. البابا أثناسيوس بيقول أهو: يخرج على القانون من يجازف في فحص كيفية ولادة ابن الله. القديس غريغوريوس الثيولوغوس الناطق بالإلهيات بيقول: لا تنشغل في تأملك في كيفية ميلاد الابن من الآب، لأن هذا ليس أمرا في جانب الأمان. فتكريم هذه الحقائق التعليمية ينبغي أن يكون في صمت، لأنه أمر عظيم وفائق أن تدرك الحقيقة والكيفية. فنحن لا نعرف إن كانت الملائكة نفسها تدرك هذا، فكم بالأقل نحن. وللقديس باسيليوس الكبير قول مشهور بيقول فيه: لا تجري وراء فحص غير المفحوص فأنت لن تبلغ كشفه. فإذا لم ترعوي واخترت العناد فسوف يسخر الناس منك، أو بالحري يبكون على جسارتك. آمن فقط بالمكتوب ولا تجري وراء ما لم يكتب لك. دول أبائنا اللي أسسوا الإيمان في الكنيسة واللي استقر فيها مع نهاية القرن الخامس. آمن فقط بالمكتوب ولا تجري وراء ما لم يكتب لك. لو استوعبنا الكلام اللي فات نقدر نفهم دلوقتي ما يعنيه القديس بولس الرسول بقوله: إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم أنه بإعلان عرفني بالسر. الله عرف بولس بإعلان عن هذا السر العظيم الذي بحسبه حينما تقرؤونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح الذي في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر، كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح. إذن إعلان السر هو بالروح القدس، وهو إعلان داخلي قلبي. يمكن للعقل أن يعبر عنه في حدود ضيقة،
ولكن يظل الإعلان إعلانا خفيا مستورا، ليظل السر سرا. لأنه هل استطاع أحد حتى اليوم أن يسبر بالكامل سر الإنجيل، أو يستوعب كل سر ملكوت الله، أو يدرك كليا كنه الميلاد الجديد من الله بالماء والروح، أو يعقل أننا نتحد بالمسيح له المجد مأكولا ومشروبا في سر الإفخارستية؟ كيف يمكن للعقل أن يستوعب هذا؟ إنه الإيمان، والإيمان القلبي أولا، والذي نعبر عنه بكلماتنا ثانية في شكل محدد لتعبر كلماتنا عنه لا لتحويه كله، لتعبر كلماتنا عن السر على قدر ما نستطيع، ولكن لن تستطيع أن تحويه كله. وهكذا ظلت أسرار الكنيسة وأسرار اللاهوت في حياة الكنيسة الأولى ملتحمة بليتورجيتها. دي نقطة مهمة قوي لازم ننتبه ليها. هكذا ظلت أسرار الكنيسة وأسرار اللاهوت في حياة الكنيسة الأولى ملتحمة بليتورجيتها، ومختبرة في الكنيسة بحياة عابدة ملؤها الإيمان والتقوى، يتذوقها الإنسان شاهدا ما أطيبها فيؤمن بها بدون تحديد مدرسي لمفهومها أو تعريف وتصنيف لها، ومتى يبطل فعلها، متى يسري مفعولها، وعددها وشروط منحها إلى آخره. مش ده اللاهوت الشرقي. اللاهوت الشرقي يرى في الأسرار الكنسية عبادة، صلاة، يعبد الله بفرح بالخلاص الذي أعطاه لنا وبأسرار الكنيسة التي منحها لنا، يصلي ويعبد بفرح وشكر لما قدمه الله لنا من أسرار، لكن لم يحاول أن يتوقف عن العبادة لكي ينشغل بلاهوت مدرسي نظري في فحص هذه الأسرار. أنا عايز أوضح لكم الكلام ده أكتر شوية. فيه أمور حادثة بيننا وبين بعض على الأرض ما يستطيعش حد فينا يعرف يجاوب عليها، معناها أسئلة بسيطة جدا لكن الإنسان ما يعرفش يجاوب عليها. هقول لكم مثال لهذه الأسئلة. لو سألت واحد قلت له صف لي طعم التفاح مثلا، يعرف يجاوب؟ ما يعرفش يجاوب. أو لو سألته ما هي رائحة البنفسج، يعرف يجاوب؟ ما يعرفش يجاوب. أو ما هو الفرق بين اللون الأحمر واللون الأخضر، برضو ما يعرفش يجاوب. دي كلها أسئلة لا يمكن الإجابة عليها بكلمات. فهل هذه الأسئلة البشرية البسيطة اللي ما نقدرش نجاوب عليها بكلمات نقوم نتجرأ ونحاول أن نجيب على أسئلة في أسرار الكنيسة وأسرار اللاهوت، كيف ولد الإبن من الآب وكيف اتحد اللاهوت بالناسوت؟ الأسئلة اللي أنا سألتها دلوقتي دي ما لهاش إجابة. ليه؟ لأن إجابتها محصورة في إنك يا إما تشوف بعينيك يدوق بفمك، لكن ما ينفعش تقول كلام كده وخلاص، ما ينفعش. لو أقول لك ما هو طعم التفاح ما ينفعش، لكن أنا بديك التفاحة وأقول لك كل تاكل، هو ده مذاق التفاحة، فتبقى متسجلة في
العقل ان طعم التفاحة هو ده. لو غمضت عينيك وجبت لك حتة منها وقلت لك دوق كده دقت، ده اسمه ايه؟ تقول ده تفاح. ليه؟ لان احنا دقته قبل كده مرة، فانا عارف ان طعمه هو ده. لكن ما ينفعش اقوله، ما ينفعش افرق بين اللون الاحمر والاخضر الا لما اقول ده اخضر وده احمر، اشوف بعناية اقدر اعرف اميزه، وهكذا. فهكذا اسرار الكنيسة اذا لم يختبرها القلب تظل معرفتها العقلية جدباء لا تجدي نفعا. تقف تشرح لي سر الإفخارستية والحضور المسيح في الأسرار عند الكنائس المختلفة، ده بيقول وده بيعيد، لكن انت ما دقتش المسيح في سر التناول، ما حسيتش بيه، ما فرحتش بيه، ما حسيتش جواك انك انت اخدت المسيح في حياتك. يبقى ايه قيمة الكلام؟ ولا له قيمة. لست أود أن أقلل من أهمية الحديث عن الأسرار الكنسية وشرحها وفهمها، لكني أريد أن نستعيد تراث الكنيسة الشرقية الأصيل، وهو التراث الذي لا يعالج أو يشرح الأسرار بطريقة منهجية مدرسية قانونية، بل يفسح المجال بكلياته لشرح الأسرار من داخل الليتورجية وحياة الكنيسة وصلواتها وعبادتها، رابطا بين السر الكنسي والحياة التقوية لمتقبلي هذا السر، فيأتي السر غايته كحياة معاشة ومختبرة. الإنسان اللي اختبر سر الكنيسة وسر المسيح ما يبقاش محتاج قوي تشرح حاله بكلام، لأنه هو اختبرها، عاشها، دقها. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. فالإيمان هو الدليل على حقيقة وجود الأشياء غير المنظورة، وهو أبعد ما يكون عن الاختبار العلمي الذي يحتاج إلى براهين وإثبات. علينا أن نحرر تساؤلاتنا من طرحها بطريقة خاطئة، لأن الخطأ الفادح يكمن في أننا لسنا نحاول فقط أن نفسر الأرضيات بالسمائيات، بل نبغي تفسير السماويات والأمور التي تفوق الطبيعة بمنطق عالمي ووفق مقولات بشرية مغلوطة وناقصة. العبارة دي قالها الأب ألكسندر شميمان في كتابه عن الإفخارستية سر الملكوت، بيقول: الإيمان هو الدليل على حقيقة وجود الأشياء غير المنظورة، وهو أبعد ما يكون عن الاختبار العلمي الذي يحتاج إلى براهين وإثبات. علينا أن نحرر تساؤلاتنا من طرحها بطريقة خاطئة، لأن الخطأ الفادح يكمن في أننا لسنا نحاول فقط أن نفسر الأرضيات بالسمائيات، بل نبغي تفسير السماويات والأمور التي تفوق الطبيعة بمنطق عالمي ووفق مقولات بشرية مغلوطة وناقصة. إن كتابات الآباء في الكنيسة الأولى تشرح وتفسر الأسرار من داخل الاحتفال الليتورجي الفعلي بها، كون الليتورجية هي حياة الكنيسة وإيمانها. السر الكنسي ملتحم بالليتورجية ولا يكمل بدونها، فالشركة في الحياة الليتورجية في الكنيسة هي الضمان الوحيد لتفسير السر تفسيرا اختباريا حياتيا معاشا،
وهو ما لم يفعله اللاهوت الغربي الذي عزل السر عن الليتورجية وجعله أداة نعمة قائمة بذاتها، فأفقد الليتورجية وظيفتها والتي هي استعلان السر وغايته. اللاهوت الغربي عزل السر عن الليتورجية وجعله أداة نعمة قائمة بذاتها، فأفقد الليتورجية وظيفتها والتي هي استعلان السر وغايته. سر الإنجيل نفسه لا يستعلن إلا من داخل الكنيسة ونظام عبادتها وصلواتها، لأن معرفة الإنجيل نفسه إذا لم تؤدي إلى حياة كنسية قوية تظل معرفة إنجيلية عقلية، حتى وإن لبست هذه المعرفة ثوبا من تأملات روحية أو تفسيرات لاهوتية. إن كنت تحب الإنجيل فليظهر هذا من خلال حياة شركة فعلية تحياها في الكنيسة المقدسة بأسرارها وليتورجياتها. وفي اختصار، كل شرح وتفسير لأي سر كنسي لا يفضي في النهاية إلى الإفخارستية ويصب فيها هو شرح عقلاني غريب عن اللاهوت الشرقي، حتى لو اكتسى ثوب البلاغة وإتقان الأسلوب. فأي سر كنسي في حد ذاته لا يمكن أن يكون نعمة إلهية إلا إذا اكتمل بالشركة في جسد الرب ودمه الأقدسين. وهنا يكمن قصور المفهوم الأغسطيني للسر. السر الكنسي هو واسطة العلاقة بين الله والإنسان، وفي ذات الوقت مجال تحقيقها الوحيد. انتبهوا، السر الكنسي هو واسطة العلاقة بين الله والإنسان، وفي ذات الوقت مجال تحقيقها الوحيد. فبالسر الكنسي ننال حياة الله فينا، وبالسر الكنسي يسكب الله فينا كل هباته وعطاياه ومواهبه وأسراره، فهو باب دخولنا إليه، أو بالحري دخول إلينا، وهو الطريق الوحيد لسكناه فينا. هذا ما تفعل الكنيسة وتحقق الأسرار فينا. هكذا تلتحم الحياة الليتورجية في الكنيسة مع مضمون أسرارها، فتمتزج التقوى باللاهوت. فالليتورجية تكمل السر الكنسي. الليتورجية يعني العبادة الكنسية المشترك فيها الشعب. فالليتورجية تكمل السر الكنسي، والسر الكنسي يحقق الليتورجية، فتصبح العبادة هي مصدر العقيدة. لا نستطيع أن نفصل أسرار الكنيسة عن أسرار اللاهوت، أي الجسد عن الرأس، لأن المسيح هو رأس الكنيسة والكنيسة هي جسد المسيح. سر المعمودية يعلن سر موت المسيح وقيامته، بل ويحققه. هل يستطيع من لا يجوز الموت والقيامة مع المسيح في المعمودية أن يقول المسيح قام؟ سر التجسد بكل تدبير الخلاص فيه كامن في سر الإفخارستية ومحقق فيه. سر التجسد هو سر التقوى، وسر الإفخارستية هو عين سر التقوى، كقول القداس الإلهي: ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى. فبدون الإفخارستية تصبح قضية تجسد ابن الله قضية لاهوتية بحتة، بعيدة عن كونها سبب حياة تقوية
للذين يؤمنون بالمسيح. وأيضا سر الميرون المقدس في الكنيسة هو سر الروح القدس فيها. إذن فالكنيسة هي التي تعلن سر الثالوث وتعلن سر المسيح، وخارجا عنها هي دراسات لاهوتية أكاديمية تهب شهادات الدكتوراه، ولكنها لا تهب الحياة، لأنها إن تكلمت عن الأسرار تجعل منها واجبات دينية تتمم كعرف كنسي، حتى وإن زينتها ببريق الألفاظ محبوكة المعنى. اسمع ما يقول القديس بولس الرسول، كيف أن الكنيسة هي واسطة التعرف على سر الثالوث. لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى، وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور، فالله خالق الجميع بيسوع المسيح، لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا، الذي له المجد الدائم إلى الأبد. آمين.